منتدى العراق للطاقة هو الرابع من نوعه، يصادف هذا العام في الذكرى العاشرة لتأسيس معهد العراق للطاقة، والذي يعني بالسياسات النفطية والغازية. في هذا العام كان الموضوع العام لهذا المنتدى هو حول التعاون الإقليمي والاستثمار في المشاريع العملاقة. في هذا العام كذلك سنناقش ملفات مهمة تخص مصادر الطاقة المتجددة، مراجعة السياسات الاقتصادية، مراجعة الموازنات، مراجعة السياسات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. أهمية المشاركين هي من عناوينهم الموجودة، يعني أمين عام منظمة أوبك شارك في هذا المنتدى، كذلك رئيس دائرة الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية، من شؤون الشرق الأوسط وآسيا، خبراء دوليين.